انا بس عايز اخد رايك في اللي قاله خليفه ده كله، وهقول لك السؤال ببساطه وانت هتجاوبني انا عارف ببساطه برضه. ليه زمالك الموسم الماضي بنفس او باغلبيه العناصر بالمدرب حتى مجلس الاداره حتى بالاداره الكرويه كل حاجه كانت رائعه الموسم الماضي، كلنا كنا بنطلع هنا نقول الزمالك اقرب للمثاليه، الروح عظيمه، هدوء، اداء فني محترم، فيريرا العبقري، اللاعبين المميزين، المستقبل المشرق لشباب الزمالك، ازاي في فتره زمنيه قليله جدا تحول الامر تماما؟ بص انا هقول لك على حاجه كريم، دايما انا مقتنع بيها ان الكره سكريبتد، يعني نفس اللي بيحصل هو بيبقى حصل في مكان تاني او حصل معاك انت شخصيا او حصل في نادي جنبك، بس انت الفرق ان انت بدل ما بتجيب صفحه رقم 76 بتجيب 77، فانت لازم تشوف. يعني لو انا بشوف دلوقتي ان جمهور الزمالك مصر ان فريرا استمراره ده كان غلط، تمام، وافتكر ان الجمهور في اوقات كتير كان بيطالب بعد ما هو مشي الفتره القصيره ده يرجع، بفتكر النهارده جمهور الاهلي كله طبعا ادى الكريدت لموسيماني ان هو اللي فاز بالبطوله 2021، وان موسيماني ناس كتير قالت ان موسيماني لو كان استمر واحنا كان زماننا خدنا الثلاثه على التوالي والرابعه جايه في الطريق، بحس ان هي نفس الموقف. يعني موسيماني لو ما كانش مشي كان ممكن يبقى نفس موقف فريرا دلوقتي. ليه؟ لان في حاجات ساعات الاداره بتبقى شايفاها احنا ما بنشوفهاش كجمهور او كاعلاميين جوه اوضه اللبس، ومشاكل كتير. مشكله الزمالك الموسم ده بالنسبه لي اكتر ما هي صفقات هي مشكله فريرا. سكواد الزمالك في مشكله، طبعا في مشكله، في عجز، في ناس كتير جت ما كانتش مؤهله، بس في الاخر السكواد بتاعك ده اكيد مش اقل من الداخليه عشان ما تعرفش تكسب الداخليه، اكيد مش اقل من اسوان عشان ما تعرفش تكسب اسوان، اكيد مش اقل من غزل المحله عشان ما تعرفش تكسب غزل المحله. يعني اوكي، انا اقول لك ان السكواد وحش لما انا ببقى بنافس مثلا على الدوري ويجي وقت فما يبقاش في بديل وانا خلاص بفنش اربع خمس ماتشات فما فيش مهاجم. بعدين السكواد ايه اللي وحش؟ ده انت السنه اللي فاتت ما كانش عندك لعيبه. لا لا، هو اكيد في لا فرق. لا اقصد هقول لك الفرق في السكواد في حاجه واحده بس. ما بين السنه اللي فاتت السنه دي سكواد الزمالك عنده مشكلتين. اصابه الونش، وهي عارف بدايه نهايه كل شيء زي ما بيقولوا. انا رايي كده ان الونش هو كل ده. الونش غير ان هو لعيب تقيل، الونش قائد في الملعب، بيعرف يتكلم، ونش خد خبرات. خد بالك جمهور الزمالك احيانا بس شويه في ناس بتنسى، يعني ونش اول موسمين ليه مع الزمالك كانوا كارثيين. الزمالك خرج في مره من دوري ابطال افريقيا امام اهلي طرابلس بسبب الونش، عمل ضربه جزاء لا تغتفر وخد كارت احمر، كان قدام اهلي طرابلس قدام مؤيد الليفي في سوء خبره، بس في الاخر الزمالك استفاد ان اللعيب اللي قعد يتارجت او يستثمر فيه سنين هو بقى الونش. محمود الونش افضل مدافع في مصر الان والسنه اللي فاتت وفي السنه الجايه هيفضل برضه. انت لو كنت اشرف بن شرقي هزعل منك. ما انا هقول لك الفرق الثاني اشرف بن شرقي. الناس بتستثني ان اشرف بن شرقي، لا ما هو مشي قبل ما الزمالك ياخد الدوري وكان الموضوع انتهي. خد بالك الفرق ما بين اشرف بن شرقي ومشي والزمالك فاز بالدوري، احنا بنتكلم في حوالي اربع مباريات تقريبا. الزمالك كسب سموحه، كسب فيوتشر، المباراه الاهم بالنسبه له كانت امام بيراميدز لما وجهه نظري الجيم خدم الزمالك، امام عاشور قدر ياخد ضربه جزاء في اول دقيقه، سيناريو ما تحلمش بيه لو لعبت 100 ماتش. فخر اللقاي ضيع كورتين مهمين جدا لبيراميدز، السيناريو الماتش خدم نادي الزمالك، وثم مشي والفرق بلس 3 للزمالك بالظبط، وثم الزمالك كسب اشرف بن شرقي. لما تيجي تشوف عدد الماتشات دي في حاجه اسمها قوه دفع، انت في الاخر طول ما انت بتنافس على الصداره وعندك تارجت وانا بقول لك خلاص اربع خمس ماتشات هتكسبهم وهتاخد الدوري تمام، لكن اشرف بن شرقي فرق رهيب معدل الفرص صناعه نادي الزمالك، حتى اللعيبه نادي الزمالك دلوقتي لما بيقطع الكوره اللعيب لما بيقطع الكوره هو هيديها لمين؟ الزمالك كان متارجت طيب. اللونج باص دايما اللي انا عايز افهمه منك، لكن فريرا بالنسبه لي انت حتى لو كسب لازم يمشي، لازم لسه هسالك حتى لو كسب الماتش ده. انا وجهه نظري كل يوم فريرا بيقعدوا في نادي الزمالك، نادي الزمالك بيخسر اكتر بكتير من الاول. انا عارف ان في مشاكل كتير عشان محدش بس يقول لك انت بتعمل شايل فريرا لوحده، لا في مشاكل اوريدي عند الاداره، في مشاكل اوريدي عند السكواد، في مشاكل عند اللعيبه نفسها ما بقتش مركزه. لكن في الاخر مستحيل، يعني انا بقول لك السكواد فيه مشكله ودي مشكله اداره ومشكله لعيب، لكن اكيد مش اقل. يعني الزمالك في مركز كام دلوقتي؟ اكيد اكيد سكواد المقاولين والاتحاد مش احسن من سكواد الزمالك. فهم. يعني فهم.